ياس الفخفاخ تتوقع أنه مش يكون خليفتك وهو مشروع لزعيم سياسي قد يوحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية حول مشروع حول رؤية إصلاحية لتونس مستقبلا؟ أنا عندي فيه ثقة لأنه كما قلت لك يحمل بصدق المشروع هذا الاجتماعي الديمقراطي، هذا لا شك فيه. عنده البروفيل، عنده خصال الزعامة، عنده خصال الزعامة لأنه مقدام، لأنه معناتها يحمل فكرة ويبدأ مؤمن بها يتحمس لها وإلى آخر رمق. هو قادر على توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية اللي انت فشلت في توحيدها مصطفى بن جعفر؟ هذا عمل اللي هو ماهوش مرتبط بالأشخاص، هذا مرتبط بظروف معينة يلزم زادة العائلة هذه تستفيق شوية. ونلاحظ للأسف الشديد وأن العائلة هذه فالشر هذا اللي العباد خمادة وشكون ويطلع والحكومة وسياسة فخفاخ الجايب ولا كلمة من هالعائلة هذه. يقول القائل المليح يبطأ، إن شاء الله ما يبطأش أكثر من اللزوم، لأن لأول مرة في تاريخ تونس على رأس الحكومة شخصية اللي هي تنتمي لها العائلة الديمقراطية الاجتماعية. هو يراهن مفاجأة كبيرة، لكن مش قادر نستغلوها على مستوى العائلة الاجتماعية الديمقراطية. حلمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكبير اللي قادر يخلق التوازن السياسي في تونس اليوم تراها ما زالت قابلة للتسييد على أرض الواقع؟ شكون تشوف فيها اليوم من أحزاب سياسية؟ لا قابلة، من قيادات سياسية. كل الواحد مفتوح لأن فما أشخاص. بالإضافة لحزب التكتل، شكون تشوف داخل هذا الفضاء الديمقراطي الاجتماعي لبناء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكبير؟ لازم تتعمل معناتها قاعدة بلاتفورم فيها الأمور تبدأ واضحة بدون معناتها ما إنسان يمشي للأقصى، ولا تجتمع الناس المستعدة باش تجتمع. طيب الديمقراطي تشوفوا في هذا المشروع ممكن الحزب الجمهوري بالطبع، والحديث معاها تحدثنا طويلا، حركة الشعب كيف تحدثنا معاها في وقت من الأوقات، هذا كلهم. لكن حلمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكبير اللي ترى اليوم الياس الفخفاخي نجم يكون أحد رموزه السياسيين، أحد زعماته مصطفى بن جعفر، ما تراش وأنها ربما قد تكون منامة تعترس، قد تكون حاجة طبوية شوية؟ لا، لأنها ربما أنا نعتقد أنها ضرورة. وأنت قلت قبيلة كلمة التوازن الضروري للساحة السياسية للمشهد السياسي في تونس اليوم. وقت اللي تجي تحكي في العمق على القضايا نتاع المجتمع التونسي تلقاها كلها الحلول نتاعها عند العائلة هذه اللي هي ممثلة بقلة قليلة في مجلس النواب الشعب اليوم. مش هذا الأولاني، حتى المجلس اللي قبل، يعني جاء الوقت باش العائلة هذه تسترجع مكانتها، مش تعوم على الدنيا وتسحب الآخرة.